رجعنا سريعا وده ما قعدنا مع جولتنا في السوشيال ميديا عشان نعرف اخر وكل جديد طبعا في عالم الساحره المستديره. نبتدي الاول بتتويج النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي توج امبارح بطل دوري مرتبط السله للموسم الثالث ليه على التوالي. كتب كابتن محمد الضماطي او عضو مجلس اداره النادي الاهلي استاذ محمد الضماطي على صفحته على الفيسبوك: الف مبروك الفوز ببطوله الدوري المرتبط لكره السله، مبروك لجمهور الاهلي العظيم الدافع الاول للبطولات، بحبه حبه وبخوفه على الكيان اللي يخلي المنظومة كلها تتحرك للأحسن، ولازم نشكرهم على ذلك. تحية وتقدير لجميع اللاعبين على الإنجاز الرائع، وتحية لكابتن طارق خيري وكابتن أحمد الجرحي على العمل الرائع، ومعاهم إدارة النشاط الرياضي بقيادة كابتن رؤوف عبد القادر. كمان نشرت الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الفيسبوك صورة لفريق السلة وكتبت: سلة الأهلي أبطال دوري مرتبط مبروك. نشر برضو محمد الجرحي عضو مجلس إدارة الأهلي على الفيسبوك وكتب: الأهلي بطل لدوري مرتبط لكرة السلة، مبروك هذه البطولة الغالية ولفريق المرتبط بقيادة الكابتن أحمد الجرحي والفريق الأول بقيادة الكابتن طارق خيري. نشر محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الفيسبوك صورة من التتويج وكتب: ألف مبروك رجالة سلة الأهلي على التتويج ببطولة دوري مرتبط بعد أداء قوي ورجولي خلال مباريات البطولة، وشباب قادم بقوة على قدر المسؤولية والنجاح بيطمنا على مستقبل الأهلي. كمان كتب مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي: ألف مبروك لشباب رجال السلة، دوري مرتبط شرفتونا ورفعتوا راسنا. كتب رامي جنيدي لاعب فريق كرة السلة في الأهلي على تويتر: الحمد لله ألف مبروك للنادي الأهلي بطل دوري مرتبط لكرة السلة. كمان حرص اتحاد السلة على تهنئة النادي الأهلي باللقب، فنشرت الصفحة الرسمية للاتحاد على تويتر صورة وعلقت: الأهلي بطل لدوري مرتبط موسم 2018-2019 مبروك. عالميا بقى نروح لاحتفالات الكريسماس. نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ونجم منتخبنا الوطني الأول صورة على تويتر وكتبوا: للجميع كريسماس سعيد. كمان نشر رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الانجليزي صوره على تويتر وكتب: كريسمس سعيد للجميع وعام جديد سعيد. نشر علي غزال على الانستجرام صوره مع مراته وبنته وكتب: كريسمس سعيد مني ومن اسرتي ليكم ولعائلتكم كلكم. كمان كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس نشر صوره على الانستجرام مع صديقته واولاده وعلق وقال: كريسمس سعيد. كمان نشر الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد صوره مع اسرته على الانستغرام وكتب: كريسمس سعيد للجميع. نشر جاريث بيل لاعب ريال مدريد صوره على تويتر من احد مباريات فريقه وكتب: كريسمس سعيد. كمان النجم الانجليزي واين روني نشر صوره على تويتر مع اسرته في الصوره دي وكتب: كريسمس سعيد للجميع، استمتعوا بيومكم. نشر كمان البولندي ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الالماني صوره على الانستغرام مع ابنه وهما بيلعبوا في الثلج وكتب: ثلج الكريسماس. كمان كتب البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي على تويتر: نتمنى ليكم كريسماس سعيد من عيله دي بروين. اخيرا احتفلت الصفحه الرسميه لنادي ارسنال الانجليزي على تويتر بعيد ميلاد رامزي لاعب الفريق ونشرت صوره للاعب وكتبت: رامزي يبلغ من العمر 28 عام النهارده، نتمنى ليك عيد ميلاد رائع، الثلاث نقط في مباراه برايتون اليوم هيكون افضل هديه لينا جميعا.